إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن من ناحية العظام والعضلات والمفاصل. يحدث نقص تدريجي في الكالسيوم عند كبار السن في العظام مع التقدم يعني في العمر، مما يعني يجعل في العظام هشاشة، أيضا يعطيها نوع من أنواع الضعف في العظم، مما يسبب سهولة في الكسر، ويكون ذلك يعني واضحا في بالتحديد النساء بعد انقطاع الطمث. لذا أيضا تصبح مزاولة الرياضة وتناول الكالسيوم والبروتينيات وأيضا فيتامين د خلال مرحلة النمو والتكوين ضروريا جدا. أيضا إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.